إذن عدنا لكم من جديد في هذه الليلة، أتمنى دائما أن تعود عليكم بالصحة والعافية. ونحب نذكر أنه هذه الليلة هي الفاصلة بين 31 ديسمبر و 1 جانفي 2024، وهو ما يعبر عنه باستقبال السنة الإدارية الجديدة. في هذه السنة الإدارية الجديدة ضيوفي كل واحد أكيد عنده ما يعلق، عنده أمنية، عنده حويجة. نبدأ بخي مراد، ما هي أمانيك في هذه السنة؟ والله يا أخويا صفيان، قبل كل شيء نتمنى وبش تكون يعني السنة هذه خير من السنة اللي تعديت، وهي إن شاء الله بحول الله البشائر، يعني هني معناها هالأمطار اللي جات هذه معناها تبشر بالخير إن شاء الله. أمين يا رب. وأكيد ككل يعني إنسان يعني يتمنى باش يشوف صغاره في أعلى المراتب، فهمتني ولا، ويتمنى الصحة بل كل شيء، الصحة والعافية فهمتني، وراحة البال فهمتني ولا. أمين. وإن شاء الله بلادنا بخير، هذه معناها أمين. أمين الواحد يتمنى. أمنيتك في هذه السنة الإدارية الجديدة؟ والله أمنيتي نتمنى الخير للناس كل اللي يسمعوا فينا في أي مكان من هذا العالم، ونتمنى لي شخصيا ولعائلتي الصحة والعافية، وإن شاء الله ثم كان الخير. أمين. ولبلادنا إن شاء الله ربي يبقى على ستر، وإن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله ديما من حسن إلى حسن، وإن شاء الله تكون سنة معناتها مباركة على كل من يسمع فينا إن شاء الله. أكيد طبعا الإنسان في هذه الظروف الحمد لله نحمد ربي على شيء نحن فيه، ونطلب من ربي أيضا أنه يمن علينا بالصحة والمعافاة، وأيضا نطلب من المولى عز وجل النصر الأكيد والنصر القريب لإخواننا في غزة الفتية، التي لا نفتأ ولا نتعود بما نشاهده وبما يبث من مشاهد للعنف والقتل. من هي العبارة ليس العنف، هو القتل الممنهج والإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الكيان المحتل الغاصب. دائما في كل فرصة لابد من الإشادة والإشارة إلى ما يحدث من جرائم حرب بغطاء دولي مكثف وممنهج. أخواننا في فلسطين قلبنا معكم، ونتمناكم أن تخرجوا من هذه السنة بموفور الصحة والنصر على عدو الأمة العربية والإسلامية. خويا حسن، نحب أيضا ناخذ تهانيك وتمنياتك في هذه السنة الإدارية الجديدة. عايشك سي سفيان، نتمنى إن شاء الله أول حاجة ساعة، بما أننا نحن في ذات الصحة، فبدي نتمنى الصحة لجميع مستمعينا. نعم. والعائلتي والأحبابي وأصحابي، نتمنى إن شاء الله تكون سنة إدارية إن شاء الله تكون جيدة، إن شاء الله ربي يرزقنا من الأمطار والغيث النافع، إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل. نتمنى الخير للناس لكل الجمهورية التونسية. بارك الله فيك، الله يخليك، وإن شاء الله أيضا تفرح بصغيراتك، وربي يفضل لك قاسم وأنور وكل العائلة، وإن شاء الله ديما في صحة وسعادة. وألفة اللي بصراحة هي دائما تتكبد المشاق والمتاعب، وتجينا وتفرح معنا في كل المناسبات اللي هي لا تتردد في أن تكون معنا، وتكون يعني ضيفة، وتكون بنت الإذاعة وبنت الاستوديو. نحب ناخذ أيضا تمنياتها في هذه السنة الإدارية الجديدة. نتمنى كل خير للجميع، نتمنى الصحة للناس الكل، النصر لغزة إن شاء الله، وإن شاء الله كل عام وناس كل بخير. ربي فضلك ويعطيك الصحة. عايش. ومن خلال مشاركتك معنا ألفة، دائما من عرش أنت بصفة خاصة تأكد دائما على الجانب الفني والمستوى الراقي، ودائما لا أذيع سرا إذا قلت أنك تطلب باش يكون معنا على مستوى العزف إنسان فنان راقي كما الأستاذ قاسم الشواشي. هذا صحيح ولا؟ صحيح. وإذا من قاسم الشواشي أختك ألفة دائما تأكد على وجودك معنا، بالحق هي تحترمك برشا، ربي يفضلك يا عايش. اذا قاسم الشواشي، نحب نسمع رايك، نحب نسمع تهانيك، وتوجه لمن تريد ولمن تهدي تمنياتك بموفور الصحه والسلامه في هذه السنه الجديده. شكرا سي سفيان. تفضل. والله نتمنى دوام الصحه والعافيه للجميع، لعائلتي عائلتي وصغيراتي وأصدقائي وزملائي في العمل، نتمنى لهم تمام الصحة والعافية، ونتمنى بالطبع فهمتني الانتصار لإخواننا في غزة،
ان شاء الله يكون عام 2024 معناتها سنة النصر لهم والانهزام معناتها لأهالي صهيون. امين يا رب. واتمنى الخير للبلاد الكل فهمتني، ربي يعطينا بالوقت الطيب كما نقولوا نحن بالوقت الدارجة. امين، ربي يفضلك يعطيك الصحة. شكرا لاصدقائي على هذه يعني المداخلة الحلوة، ونحب ايضا يشاركنا في هذه الليلة نخبة من اصدقائنا الذين ابوا الا ان يشاركونا هذه الفرحة، وحبوا يقوموا بتقديم واجب التهاني الى مستمعي اذاعة الحياة فهم بالقيروان وخارج القيروان. وفي هذا المضمار نحب نستقبل بكل حب وبكل ترحيب فنان كبير، فنان عريق وصاحب صوت جميل تربينا عليه وسمعناه وشيخنا معاه، وهو دائما يعطي للفن بقدر كبير، وهو الذي يشارك في كثير من مهرجاناتنا في قيروان وخارج القيروان، الفنان المتألق على الدوام الأستاذ المبدع المطرب عبد الوهاب الحناشي. أهلا وسهلا عبد الوهاب. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. مرحبا بك. قبل ما نبدا نحب نشكر حياه سام راديو انها استضافتني معها عنكم. وانا هذا شرف لي انا وشرف لكل الفنانين، ونشجع ونشد على ايديكم انتم الاذاعات التي ما انفكت تتذكر الفنانين القدم وتجيبهم هكا في مناسبات كيف هذه. هذا شكرا لكم. العفو، هذا واجبنا. ثم اللي حبيت نقوله، نحب نحيي كل اللي معك في الراديو بالضيوف بالاخوان العاملين غاديك الكل نحييهم. نعم. ثم نحيي جماهيرنا العريضه اللي موجوده في القيروان وخارج القيروان، اللي هذاك الاكتجان اللي احنا عايشين به. دونك نحييهم ونقولوا لهم بطبيعة الحال إن شاء الله عام 2024 يكون من عام مبروك علينا وعلى تونس وعلى كل تونسي موجود سواء في الأرض في تونس أو في المهجر. ونقول لهم إن شاء الله عام مبروك، وتفضل يا سيدي خلينا نبدأ لقاءنا. الله يبارك فيك على هذه التحية الحلوة وجميلة. أنا باش نحيل الكلمة إلى صديقك وعشيرك سي مراد بشير، باش يرحب بيك ترحاب خاص. تفضل خويا مراد، معك سي عبد الوهاب الحناشي. خويا شحال لك عبد الوهاب؟ يا مراد أنت عندك زوز حاجات في اسمك، مراد وبشير. المراد هو الهدف المبتغى أو الهدف الذي نصبه إليه. أيه. تسمع فيا. أيه. والبشير هو البشر. البشرة. البشرة. لا 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 بشرة. أيه. وبشر زاد إنسان مبشر. أيه. ما يسمعك كان الباهي. دونك اسمك أنت يكفي، قول مراد بشير. أنت يا معز حتى شيء. تفضلك يا عبد. تخرجة جميلة، تخرجة حلوة. يعطيك الصحة. لا جميلة التخرجة هذه. تخرجة من فنان. طبعا. عايش. باش نحمل الاولاد وش نحوايكم الكل ان شاء الله تكونوا والله في خير ونعمه ان شاء الله. ان ربي يرحمنا بالغيث النافع اخيرا بعد سنتين من الجفاف. الحمد لله جانا نعمه من الله. نعمه من عند الله. نعم من الله. إذا يعطيك الصحة يا عبد الوهاب وخليك معنا، ما زلنا باش نسمع صوتك، لكن أيضا نحب نحيلك على ملحن كبير موجود معنا في هذه الحلقة في ذي الليلة الجميلة، الأستاذ ناصر العبيدي الذي هو بدوره عامل يعمل في الحقل التربوي والحقل الفني، وإنسان كاتب. علاش قلت لك في الحقل التربوي؟ يكتب الشعر ويلحن ويؤدي. إذا معك خوك ناصر العبيدي. تحياتي سي عبد الوهاب. اهلا سيدي الناصر. شنو نقول لك؟ شنو الصحه بيك شيخ؟ عايش عليك. عايشك بيك شيخ. ايوا قلت لك اكسبري انا. ايوا يرحم بيت لا. يرحم بي محمد. الحناشي بي عمر. بي عمر نعرف بي عمر. يرحم بي عمر. لاباس عليك؟ الحمد لله. صح لاباس. لاباس عليك انت. شنو نقول لك انت؟ ان شاء الله كل عام تحيا بخير وربي يحفظك مسير، وان شاء الله ديما في صحه جيده وربي يحفظك يعيشك. عندك شيء جديد؟ عندك شيء؟ عايش. ان شاء الله عندي شيء جديد، معناها محاولات. والله وكنت مكره، مش نقولش مكره اخاك لا بطل، لانني عمري ما لحنت. التجأت الى عده ملحنين وربي فضلهم لنا، وتعاملت معاهم انا ونجحت باغانيهم. ما لقيتش، يعني ما اشتهم هذه، نعرفش
ما لقيتش الروبير نتاعك، ما لقيتش جوك، ما لقيتش. وليت التجأت بعد ريفليكسيون طويلة اني نلحن، انا لقيت شكون يكتب لي، لقيت الكلمات التي معناها تعطيني توحيلي او تشجعني او تخليني نحاول نلحن. هو الحقيقة شعر ذهاب حبيت اقول لك، هو من خالط العطارة نال من عطره، بما انك انت خلطت اكبر ملحنين عبد الكريم سحاب وقامة كبيرة بالحقيقة، ناصر سمود تحياتنا ليهم الكل. اكبر واحد، اكثر واحد علمني وتلمذت عليه في التلحين هو قامة كبيرة، هو المرحوم محمد التريكي، هو علمني قواعد التلحين. اي صحيح، وكذا مرجع طبعا لكل فنانين طبعا. وتعرف كيفاش كنت نمشي بحذاه في سيتي مهرجان في المنزة في داره، في دار بنته بريتو، اما هي في داره، فهمتني، نقعد بحذاه يجبد العود يبدا يعلم فيا كيفاش ننطلق في عمل مشروع معناها جديد التلحين. ايوه من خواطر هي، وديما روحي لحظه تلحين بصراحه. ايه وانت وليت تبسي شيك نتاع الشخص اللي قاعد يلحن، انت وليت نتاعك، وانت وما تحكي والكلام اللي قدامك زاد صحيح ما يوحيه الكلام هذاك. اول نعم. حاجه اعطاني في التلحين قال لي رد بالك تلحن وتركب الكلمات على التلحين. لا حكايه، ما تلحن الكلمه قديش. تحس معنى الكلمة، معنى الكلمة. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. هذه الحقيقة هو في عالمنا العربي هو الحقيقة اشتهر بها وتحسبت برشا لمحمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب يقول في الليل ولا لما يخيليه ولا حكاية يحسك بسيكولوجيك مو كاك في الليل. صحيح، حطك في الإذاعة. موسيقى التصويرية معناتها عبارة كانوا يصور في الموسيقى على حساب الكلمة. أستاذنا أنت نسيت واحد آخر. تفضل. اللي أنا يا أخويا قد ما نسمع ألحانه صحيح محمد عبد الوهاب قام ومانيش انا لهنا باش نحكم عليه، لكن نسيت رياض الصنباطي. الله اكيد برشا رياض الصنباطي. انا قد ما نسمع وقد ما نعاود وباقي نكتشف حلقات وعقد في تلحينه مش عادي. سي عبد الوهاب انت سيد العارفين والاخوان تبارك الله يعيشك ربي يعزك، ناس تبارك الله الاخوان الديكونيسور الكل ما شاء الله عليهم خبره وتجربه. الحمد لله. هما الناس اللي النقاد سواديزون نقولوا نحن النقاد يقولوا انه ام كلثوم الحقيقه اعطوها برشا كساوي، بليغ، عبد الوهاب، سيد مكاوي اكسيتيرا، لكن الاغاني القصيد خاصه الاغاني المثقل الدسمه كل القوالب الاغاني صحيه الاغاني نقولوا نحن اللي تلموها قويه تكون حتى كمرجع للدارسين والشباب اللي تعلم. هو اغاني رياض الصنباطي طبعا خاصه الحان رياض الصنباطي. انا عندي مراد. اي لا الناس اللي عندهم مراد. لا اسمعني عبد الموسيقى تفتك علي مراد يا عبد الوهاب مش عندك فيه مراد مش عادي يقول لنا فيش عندك فيه مراد. اسمعني اخوي، انا عندي لمسه ظريفه. ايوه لمسه ظريفه عملتها في الحاني انا هذيك اللي حبيت نسمعها اللي في المجور سمعتها لي اخر مره يا عبد الوهاب. هذيك هي سمعنا عليك حبيت نسمعها هي لا انا تحب انت كل اللي سمعتي لي ديرنيرمون هذيك قلت لي محلى عينيك محلى هذيك. اي باهي ومن بعد نسمعك اللمسه اللي عملتها انا هكا حركه حتي محلى عينيك ترنم تحت حواجب هلك محلى عينيك تحت حواجب هلك سمحة الله وهالنظرة صابت كنيني النظرة صابت كنيني هالنظرة صابت كنيني لله من تحت حواجب الله. دائما المبدع عمره ما يتنسى عمره ما ينسى. الخاطرة الأخرى يا عبد الوهاب اللي قلت عليها الجديدة الخاطرة الأخرى. اي لا فما برشا خواطر سمعتك انا وياك كنا نقعدوا برشا. اي صحيح. وكنا وسنظل يا ولدي وسنظل نحن ما نتفرقوش رانا هذه
يقول لها مشتاقلي وانت بعيدة عني يطير من عيني منام الليل ونشتاقلك وانت قريبة مني محال قلبي عن هواك يميل وتروح روحي معك وتروحي معك ننسى وجعي وجروحي في جنان حبي ظهري وتفوحي حتى الغياب معك حلو جميل مشتاق لك. لا 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 قاعد في قهوة والقهوة مأثر عليها الموسيقى اللي في وسطها على الطبقة اللي ناخو فيها مش الطبقة هذه متاع الغنية لا حتى انت تحب الطبقة العالية ديما ليه 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 تحب صوتي أمريتني كيفاش نبدل من لافوان لافوسفوان لافوسفوان تسلك في الموت اي اسمع هذي اي نختم هذي ترى نختم مهم تاتش هذه كلمات اخوي حسن المحنوش يقول لها واحد يحكي مع قلبه ويحب واحدة وخايف لي يمشي صراحة وتضرب عليه يحكي لقلبه قال له الوقتاش يا قلبي عليها خايف والوقتاش يا قلبي على هالحال الوقتاش دمعك فوق خدك هايف والليل يا قلبي عليك طوال الوقتاش يا قلبي هذا الكلام الحلو اللي تلحن حسوا انت ولد متلحن ايه بالحلقة ايه 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 هو العبارة كانوا ملحن الكلين كانوا ملحن حيو الحبيب محنوش ترى احسن يا ناس اسمعني مراد عملت هذي على طريقة الراب لا 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 مش ما تقولش لا 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 سمعت هذي يا مراد تتكلم جمع فوهر ويفا في كل شيء خلص معها لا انا عندي هدف نحب انا بالميزان متاع الراب اللي هو خلاه يضرب عند الصغار كيفاش تعمل لنا الراب يا سي حسن يا اخويا انت لا لا ما يطلعش عليك راه الراب هذا الناس مو راجل تو نحن نشوفوا لا لا ماشي موافقك انا بصراحه لا لا شويه شويه تشوفوا كيفاش يطلع ونص ايه سمعني يطلع ونص يا بسم الله اسمع الايقاع غربي ما نجموش نقولوا متاع الراب مي اكل يخدموا به هما ايه وربعينهم احنا من امين يا رب من يقول يا عم تتاك 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 عرفت هذاك قول له الوقت اش يا قلبي عليها خايف الوقت اش يا قلبي على الحال الوقت اش أقلب عليك الوقتاش أقلب على الحال الوقتاش دمعك فوق خدك هايف والليل يا قلبي عليك طوال الوقتاش الله 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 يهن يعطيك الصحة يا عبد الوهاب يعطيك الصحة يا فنان أصيل أصيل أنت دائما راك أصيل وبصراحة أقول لك حاجة أنا لاحظت عليك اللي أنت ما قعدتش تجتر في المخزون اللي خدمت به في الثمانينات وفي التسعينات قاعد تجدد ومش حويجة كل مرة تسمعنا حاجة كل مرة لقاء نتصل بك تسمعنا حويجة وهذا يحسب لي عبد الوهاب الحناشي بالحق يحسب لك وذلك علاش احنا دائما لا نمل ان نسمع صوتك ونتواصل معك وشرف لنا كإذاعة في القيروان انك دائما تكون ضيفنا وفي مهرجاناتنا ايضا مطلوب لك نعم راني فرحان برشا ويشرفني لقائكم وبالمناسبة هذه نحب نعاود نقدم التهاني لكل مستمعينا في ربوع تونس وخارج تونس قل إن شاء الله 2024 يكون مبروك علينا وعليكم وعلى تونس وعلى كل تونسي وتونسية شكرا وحنا نحييك أيضا بدورنا يعطيك الصحة إلى اللقاء عبد الوهاب الحناشي وحنا بشهدوا لك هذا النغم تسمعوا في المباشر هدية من حياة فام إلى عبد الوهاب الحناشي وكافة المستمعين نخرج مع هذا النغم ثم نعود